السلام عليكم يا شباب. المحاضرة السادسة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الديجيتال فيديو. الأول الفيديو ده طبعا إيه؟ وسيلة من وسائل المالتي ميديا زي التكست والإيمج والجرافيك وهكذا. الفيديو ده بيبقى عبارة عن إيه بقى؟ الفيديو ده بيتمثل بصور، يعني مثلا بيبقى عندك مجموعة من الصور أو بنسميها فريمز بقى. كل فريم بتتعرض على بعض بيكون لك الفيديو. يعني عشان تكون فيديو تجيب صورة وصورة وصورة بكذا شكل لحد ما تلزق كل الصور في بعضها، فبكده بتقدر تحصل ايه على فيديو بتشوفه العين بتشوف ان هو فيديو، بس هو بيبقى عباره عن ايه مجموعه من الفريمز إيه معروضه ورا بعضها. تمام. الفيديو ده بيتمثل طبعا ايه سبليتر، دي يعني ايه؟ يعني عندك عارف محور الاكس ومحور الصاد، السينات والصادات، محور الاكس ومحور الواي. تمام. التمبرر ده اللي هو المحور الثالث، بس مش الزد بقى، لا هنا بنعتبر المحور الثالث ده اللي هو التايم، ده التايم بتاع الفيديو. تمام. ليه؟ لان اي صوره لازم بيبقى لها تايم وبيبقى لها اكس وبيبقى لها واي عشان تقدر تحصل ايه كل صورة لو لها اكس وواي وتايم هتقدر تحصل على الفيديو ايه اللي انت تشوفه وتبقى عارفه ان ده فيديو. ماشي. ريبريزنت اوف ديجيتال فيديو بقى، انت عشان تعمل ريبريزنت للفيديو لازم بتاخد في الاعتبار حاجتين اتنين. قال لك الفريم ريت، الفريم ريت ده اللي هو ايه نمبر اوف فريم بير سكند. ماشي. يعني عدد الفريم اللي هتتعرض في الثانيه. الديفولت بتاعنا اللي هو ايه 25 ل 30 فريم بير سكند. ماشي. تمام. السكاننج فورمات ده عشان تحول الفيديو ايه ل1 دي سين. ليه بقى؟ يعني مثلا ايه انت دلوقتي لو بتصور فيلم او بتصور فيديو عامه بتصور شخصيات 3 دي، يعني شخصيات في الواقع، انت بتخش الكاميرا بتبقى 2 دي، يعني بتتعرض لليوزر على هيئه 2 دي، بس في عمليه الديجيتال ديت هي كده كده بيفهمها 1 دي. فانت دلوقتي بتصور 3 دي، العين كده كده هتشوفها 2 دي، بس هي لازم بتتحول ايه السكالينج فورمات بتاعها بيتحول ل1 دي. تمام. يعني انت مش هتفتح الشاشه تشوف ايه حاجه 3 دي قدامك، لا الديفولت الحالي اللي هو لو فيديو عادي كده على النت ولا حاجه بيبقى 2 دي. ماشي. البرودكاستنج بقى، ماشي، ده الاول. انت بتصور الكاميرا بتشوف الشكل، بتشوف على ايه ار جي بي، لا الالوان الطبيعيه الريد جرين بلو. تمام. بتبدا تصور الشكل، بتتحول لحاجه اسمها ايه واي يو في. تمام. الواي يو في ديت بتنقسم لحاجتين، ادي الواي، الواي ديت اللي بتبقى شايله معلومات الصوره. بمعنى ايه معلومات الصوره؟ يعني دي صوره انا صورتها ار جي بي، الواي هتبقى شايله كل تفاصيل في الصوره، مش هتشيل الوان الصوره، الوان الصوره بتروح لليو والفي. تمام. فبيقول لك انت بتصور بالار جي بي بتحول لواي، دي بتشيل ايه معلومات اللون ودي بتشيل معلومات الصوره. تمام. لما بتيجي بقى بتروح للتلفزيون مثلا، لو عايز اعرضها على التلفزيون بنبدا نعرض عادي، بنعمل ايه الاول كده، انت بعد ما بتاخد الواي اليو والفي دي بتتجمع في حاجه اسمها سي. تمام. بتاخد الواي والسي كده بتعمل لها موديفيكيشن ديت، فكده بتبدا تحصل ايه على اللي هو الواي يو في. الواي يو في ده احنا بنستخدمه في عمليات النقل. تمام. يعني انت بتصور ار جي بي بتحولها الواي يو في. تمام. لما بتيجي بقى تحول بقى، انت عايز تعرض بقى من التلفزيون، بتاخد من الارسال مثلا عشان تعرض للتلفزيون، تعمل لها عمليه ايه الدي موديفيكيشن ديت الواي والسي، تبدا ترجع تاني ايه لواي يو في، وبعدين نحصل منها على الار جي بي اللي هو تقدر تشوفه على التلفزيون. طيب لو التلفزيون مثلا كان بلاك اند وايت، يعني ابيض واسود، بنعمل ايه؟ كل الفكره تاخد الواي بي سي تعرضها ايه؟ الواي بس. ليه؟ لان قلت لك الواي بتشيل ايه؟ تفاصيل الصوره، ما بتصيرش الوان الصوره، فانت محتاج الواي بس. يبقى انت كده قللت في مساحه الفيديو جامد جدا يعني. تمام؟ هو ده باختصار يعني ايه؟ واي يو في. ايه تمام؟ ليه بقى انا بحول للواي يو في؟ قال لك ده بيقلل الترانسميشن، البند ويدث بتاعك. تمام. وبيقلل طبعا في عمليات الايه الكومبريشن. ديت المعادلات اللي تخليك تحول من ار جي بي لواي يو في. تمام. ديت الدبليو ار والدبليو جي والدبليو بي، ديت ثوابت بتبقى معطى في السؤال. دي غلط يا شباب، عدلوها، لا 1 ناقص دبليو ار ناقص دبليو بي مش دبليو جي، لا دي عدلوا دي. اليو ماكس والفي ماكس دي بتبقى برضه معطى، فتقدر من خلالها تحصل على الواي يو في، والعكس نفس الكلام، دي معدلات اللي بتحصل بقى ايه على العكس. تمام. دي الانالوج فيديو سكاننج بقى، عشان تعمل الفيديو انالوج مش ديجيتال بقى، انالوج عايز اعمل له سكان سكاننج ليه طريقتين اتنين. انترليس دي سكاننج دي بنبدا نعرض بقى الفيديو ازاي؟ عن طريق ان انا ببعت مثلا فردي وزوجي، مثلا شفتوا الفريمز دي مثلا من 1 ل 28، إيه هبدا ابعت الفرد الاول 1 3 إيه 5 7 9 11 وهكذا، وبعدين ايه نرجع نبعت الزاويه فنقدر نحصل على الصور. بقول لك ده بقى عايز ايه لور باند ويدث. ماشي. بس ايه ده هيسبب لي حاجه اسمها فلاكتر ارت، اللي هي ايه لا الاهتزاز في الصور، حاجه زي كده مثلا.
شوف الصورة عاملة ازاي، بتبقى بتيجي بالطريقة دي، لما بيبقى الزوج والفردي بتبقى الصورة ايه مهزوزة كده، ده اللي الفلاكتر عامة، الفلاكر كده تمام. البروجريسيف سكاننج تمام ماشي. البروجريسيف سكاننج ده بقى ان انت بتبعت ايه معلومات الصورة كلها تمام، عشان تحصل على صورة نقية، صورة انت هتشوفها مش هتلاقي فيها اي اهتزاز. ده طبعا عايز ايه مور باند ويث تمام، ده ما بينتجش الايه الفلاكر والارتفاع ماشي. انواع الفيديو سيجنال، الفيديو سيجنال في منه 3 انواع زي ما احنا شايفين كده، الكومبوزيت فيديو وديت من ار جي بي يو في بيعرضها على الشانل الواحد اللي هو الوان ايه الوان سيجنال. اس فيديو بنفس الكلام برضه، بنبعت معلومات الصوره وبعدين الالوان، فبتبقى على طول ممكن نبعتهم الثلاثه مع بعض في الكومبوننت فيديو ماشي، الكومبوننت فيديو هكذا تمام. الواي يو في دي بقول لك دي كابتشر باي ديجيتال، الفيديو عامه الفيديو عامه ما بيتصور بكاميرا بيبقى ايه بالار جي بي، فبيقول لك ان احنا بننقله بنعمل له عمليه بروسيسنج تمام من خلال اليو في الو ماشي اكسبيرت ماشي هاي مان ماشي تمام. بيقول لك ان هنا ان الباند ويدث بتاعك لما بيقل، العين بتاع الانسان عامه مش بتتخدع باللون، يعني بتتخدع بالالوان مش بتتخدع بالمعلومات. يعني مثلا لو حصل فقد في الواي يبقى انت كده ايه فقدت في معلومات الصوره، طيب كده يبقى ايه مثلا الصوره هتبقى بايظه، فكده العين ايه هتشوف صوره بايظه. طيب لو فقدت بقى في اليو والفي اللي هو لو فقدت في الالوان، العين مش هتتاثر بيه، فانت كده هتحصل على ايه كواليتي برضو جيده بالفيديو تمام. تمام بنعمل بقى عمليه ايه العمليات الفقد اللي احنا بنتكلم فيها ديت، ان احنا ما نفقدش في الواي خالص، لا احنا عايزين في اليو وي بس، دي حاجه اسمها سب سامبل تمام. تعال نشوف انواع، لا 4 انواع 4 4 4 4 2 2 4 1 1 4 2 0 دي كل الايه السامبلنج اللي عندي تمام. طب احنا هنشوف مثال على طول هيوضح لنا الدنيا كلها. انا عندي مثال زي ده لو طبقت عليه 4 4 4 هتلاقي كل الواي ماتريكس بتاعها تنزل زي ما هي، واليو زي ما هي، والفي زي ما هي تمام. طيب لو طبقت عليه 4 2 2 4 2 2 قلنا 4 يعني هتنزل الواي زي ما هي، ليه؟ انا اصلا عايز الواي ما يحصلش فيها فقد خالص، فلو لاحظنا هنلاقي كل حاجه ايه 4، الواي دايما ب 4، الواي دايما ب 4 تمام. 4 4 4 4 2 2 4 2 0 الواي دايما هتلاقيها ب 4 تمام. فعشان كده انا مش عايز فقد في الصوره خالص، معلومات الصوره لا، انا عايز في اللون بس فاشل. ف4 2 2 بقى بنمثلها ازاي؟ نعمل السامبلنج بتاعها ازاي؟ هتيجي الماتريكس بتاع الواي هتاخد منها 2 بس، يعني هتاخد اول كولوم ثاني كولوم لا، وبعدين الكولوم ده وان والكولوم ده لا، وهكذا تمشي كولوم كولوم. الفي نفس الكلام، اول كولوم الثاني لا الثالث اي الرابع لا، فتقدر تحصل ايه على الصوره بالمعلومات دي اللي هي معلومات الصوره زائد الوان الصوره تمام. الوان الصوره حصل فيها فقد بسيطه تمام، مش الان مش هتلاحظ حاجه زي كده، وانت كده وفرت في المساحه تمام، والكواليتي بتاعتك محافظ عليه. طيب في 4 1 1 انك تاخد مثلا الاربعه دايما بتاع الواي دايما دي ثابت تمام. الواحد واحد بقى هتاخد اول كولومز من اليو واول كولوم من الفي تمام. طيب في 4 2 0 4 2 0 بقى بتعمل ايه؟ طبعا الاربعه زي ما هي هننزل الماتريكس بتاع الواي زي ما هي، اليو والفي بقى بتعمل ايه؟ ايه هتمشي صف وكولوم، بمعنى ايه؟ هنمشي مثلا إيه مش 2 0 ان احنا نروح ناخد الواي ونسيب الفي، لا انت لو سبت الفي كده انت خدت لون واحد، بمعنى صح خدت مثلا جرين يبقى كل الصوره تيجي خضراء فاهمني؟ فده غلط، فاحنا لازم ناخد من هنا ومن هنا، ما ينفعش ناخد معلومات الوان حته ونسيب حته لا تمام. فعشان كده هناخد ايه هنمشي اول صف إيه اول صف هناخد منه ايه اول كولوم ثاني كولوم لا اول كولوم إيه وبعدين قصدي كولوم كولوم لا وهكذا، يعني بنمشي كولوم وكولوم كولوم وكولوم. طيب ثاني صف ما تاخدوش هنا بقى، ما تاخدوش في اليو لا، روح خده في الفي، هتاخد منه اول عمود ايه الثاني لا، ثالث عمود الثالث الرابع لا تمام. الصف الثالث ما تاخدوش في الفي لا، ارجع ثاني لليو، هتاخد ايه الاول وتسي، هتمشي كولوم وكولوم كولوم وكولوم تمام. والصف هتمشي صف وصف، بس صف لليو مره صف للفي مره، والصف كده كده احنا بنمشي فيه كولوم اي وكولوم لا تمام. ان شاء الله تكون واضح. ده بالنسبه للايه للسامبلنج عامه ماشي. دي بقى الديجيتال فيديو بتاعتك بريزنت ايه، في مثلا الدي في بيستخدم ال 4 1 1 بس بايه بريت 25 ايه ميجا بايت في الثانيه. في الدي في برو ده بيستخدم 4 2 2 طبعا هيبقى اعلى منه إيه، وبنستخدم بس ايه 50 ميجا بايت في الثانيه. الاتش دي تمام دي بنستخدم 4 2 2 بس نفس الكلام اهو، بس هنا بقى ايه من 40 ل 100 ايه ميجا بايت في الثانيه تمام. ده بالنسبه للايه للفريم ريت بتاعك، يعني ايه فريم ريت؟ قلنا اللي هو ايه عدد الفريم بير ثانيه ماشي. اعتقد ده كان السؤال بتاع الميد تيرم، بيقول لك انتروداكشن في ميديا كومبريشن تمام. يعني عشان ايه احنا قلنا كل اللي فات ده كده، انت بتعمل بروسيسنج للفيديو، انت بتاخده من الكاميرا بتاع تحط يو اي بي وتعمل له سامبلنج كده، انت عملت بروسيسنج. طيب
انا بقى لو عايز اعمل ايه كومبريت، اضغط بقى الفيديو بحيث ان احنا نعمل كومبريش اساسا للفيديو، بنعمل ايه؟ قال لك في نوعين اثنين، السبيشال كومبريج والتمبرال كومبريج. ماشي دون ثواني يا شباب، تمام يا شباب نكمل. قلنا السبيشال دون ده انتر فريم، تمام ده انتر فريم. طيب ايه الفرق؟ بيقول لك ان ده هنقل فريم فريم، هضغط فريم فريم لوحده. بمعنى إيه؟ احنا قلنا بيبقى الفيديو عباره عن صور فريمز، تمام. فبنعمل ايه؟ بنمسك كل صوره لوحدها، كل فريم لوحدها، نعمل لها كومبريت. طيب النوع الثاني التيمبرال داون، ده التيمبرال داون ده بنعمل فيه ايه؟ ده بقى جروب من الفريم، يعني مثلا ممكن تاخد 25 فريم تضغط. يعني ايه بقى اخد 25 فريم اضغطهم؟ اضغطهم ازاي؟ تمام. دي بقى بنعمل ايه؟ مثلا انت لو راسم شكل مثلا سماء وارض وكده، وفي بني ادم بيتحرك فيه، السماء والارض كل حاجه ايه ثابته زي ما هي، بس الانسان ده اللي بيتحرك. طب الانسان ده انا علشان احركه هو بس اللي بيتغير مكانه في الصوره، تمام. انما الفيديو هو ثابت بس الانسان ده اللي بيتغير بس. فبمعنى كده ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك انا باخد الفرق ما بين كل فريم. بمعنى انا هاخد اول فريم اثبتها عندي، هاجي للفريم الثاني هطرح كده الفريم دي من الفريم دي، ابص الاقي في معلومات ثابته ومعلومات اتغيرت. قال لك بقى انت بتاخد ايه؟ الديفرنس ده بس، تمام، بتاخد التغير ده بس مش بتاخد الصوره كلها، فده هيبقى احسن طبعا. فبتضغط ايه؟ جروب مره واحده، مش بتضغط ايه كل فريم ليه لوحده، تمام. وهكذا بقى يقرا الكلام ده، هو بيفسر اللي بنقوله ده. ماشي، اتمنى تكونوا فاهمين. لو في اي حاجه غلط يا ريت حد يقول لي، ولو في حاجه غلط ده سايد فهمي مني مش من الدكتور طبعا. ماشي، شكرا.